كما هو. وش حل وش ندابه؟ اكلي يلا تزوجنا دابا شي 1 مانت، يلا درنا 2 مانت درنا العرس، ولكن كنا مخطوبينو. يلا تزوجتو، يلا تزوجنا، مبروك. الله واجب يبارك خاتم. يا كيف امزح. دوزتو الهانيمون ولا مازال؟ دوزنا تبارك دوزنا الله تبارك الله. دوزنا. وجيتي اول مره لبنسلفانيا ولا جيتي شي بلاصه اخرى؟ فيلادلفيا، يا بنسلفانيا، فيلادلفيا. وتلقيتي في الخدمه ولا في الخدمة. في الشارع؟ تبارك الله. هو مغربي، هو ميريكاني، تزاد هنا ميريكاني. أمريكاني عجيب. أمريكاني وسلم، عباد الله كتصوروا في السلم. راه كيسولوا شي، انا بحال هادشي ديال المسلم ما كنبغيش نتدخل، حريه كيسولوا. شخصيه. بغيت غير نعرف واحد الحاجه، كيفاش شنو كتشرحي لنا بان قلبك اختاره؟ حيتاش المغربيه تيقول لك انا ندي مغربي، انا كوا كتقول المغربيه تبغى مغربي. لا والله خويا، ما بقاش في المغرب كي قلت لك، ما بقاش في الجنسيه ولا. انا صراحه الله فاش شفتو يعني ما ديتهاش كاع، انا ما كنتسوقش كاع اصلا، انا خدمه الدار، ولكن من بعد لقيت راسي انني فعلا يعني ارتحت ليه وباغا نتعرف عليه وصافي، ودرنا الحلال. غير هو بقات في واش الشخص كيف داير، يعني ماشي غير حدا شو امريكاني. خصكي تكوني معاه معقوله، وخصك تبيني لي انك حتى انت معقوله. يعني الا بغيتيني اول الناس راه الحلال، فما كاينش يعني هذا ما كان، ما والله ما بقاش في الجنسية. يعني إذا كون كان مغربي وكان في هذا الشخص اللي أنا معاه دابا، يعني جنسيتي مختلفة، نفس الشيء، يعني ماشي بطاقات أمريكاني ولا مغربي. تمام. وهو هبط المغرب ولا مازال؟ مازال العام الجاي إن شاء الله، شهر والوالدين رمضان. كانوا مرتاحين لهذه القضيه ديال انك تزوجي ملك؟ برافو. حيتاش يا كاين بنات اللي كتكون والدي تقول لك لا دي مغربي، مسلم ود بلادك، ثقافتك كذا الى اخره. مي برافو عليك. بالنسبه للحياه يعني مع امريكاني مثلا، يعني عادي جدا، يعني كاين بحال، ماشي بحال لو مغربي هو غيكون ماشي. هادي هنا كاين الفرق، هنا كاين الفرق. يعني حنت انا عائلتي كاملهم مزوجين مغاربه، يعني هنا كاين الفرق. هنا يعني ما كتحسب راسك انك ماشي بالضروره خصك تطيبي، خصك تصبني، خصك يعني تمام. كتحسب راسك انك كوين، كي نقول لك يعني فهمتي، ماشي بالضروره خصك ديري هادي وديري هادي وديري، يعني كل شيء. وحتى دابا تبارك الله، حتى دابا الاجيال اللي طالعه دابا، الدراري اللي طالعين دابا، يعني صراحة كنشوفهم راه كيعاونوا عيالاتهم في الدار، كاين بزاف ديال الحوايج فهمتي. لا تماما يعني معك معك كملي. يا يعني كيعاونوا الزوجات ديالهم في الدار وهذا، فهمتي. برافو يا عليك، برافو. الله يسعدك. وبالنسبة للخدمة، واش مازالين خدامين مع بعضياتكم ولا يعني؟ لا الصراحة خرجنا، من خرج هو من الخدمة وجاتو خدمة أخرى، وأنا جاتني خدمة أخرى، يعني الحمد لله كنا كي تنقولوا باب خير على بعضياتنا. أنا تزاديت في خدمة، هو تزاد في خدمة، كي تنقول يعني الليفل. برافو عليكم. وبالنسبة فالحمد لله. بالنسبة للقضية ديال تيقول لك كيفاش نقول، يعني تيقول لك واش كتولي في ديك المعيشة مع الوقت؟ لأنه تيقول لك فاش كتزوجوا وكتسكنوا غاديكم مع كيفاش الوقت، قبل؟ ايه مع الوقت، مع الوقت. حاليا بالنسبة ملي كتزوجي بين الأجانب، غير بالنسبة الاختلاف اللي كيكون هو الكولتشر، هو الثقافة. يعني احنا عندنا شي حوايج ما يمكنش لك انك ديريهم، وهما عندهم شي حوايج انت ممكنش. خاصك غير تكون تفاهم بيناتكم من الاول، يعني هضرتوا هل اللي ما خصنيش ندير، وهل اللي ما يمكنش ليا ندير، وهل يعني التواصل كوميونيكيشن. اللي كتواصلي مع السيد وكتقولي لي هل اللي ما خصنيش ندير، وهل اللي ممكن ندير، صافي يعني كوميونيكيشن طريقة هو الوجه التفاهم. هذا هو تماما. الاختلاف اللي هذا هو المشكل اللي حنا لقيناه بالنسبة للثقافة، يا هذا هو اللي ثقافة لقيناه. أصعب حاجة مع الجوار، يعني هي الثقافة، يعني بروك شنو كيديروا إلى آخره. وبالنسبة للقضية ديال مثلا فاش كنتي أول مرة جيتي أمريكان، كنتي كتقولي بلي غنتزوج أمريكاني ولا ما كانش عندك الزواج في لا راسك؟ صراحة أنا كان الحلم ديالي أنا نجي أمريكان، ولكن ما كانش الحلم ديالي أنا نتزوج أمريكان. ما كنتيش عارف يعني هذه نم غادت جيتي قرعة غادة شهد الله. هلا مكتب مكتب وهذا ومسلم. جيتي قرعة بعدا يعني. أقرأ جزء أتيرا داكشي اللي سبا، والله إلا راه ستوري ديالي راه بحال داك السيد اللي طلع دروكا، داك الولد اللي أول توا في مرة نيوجيرسي اللي طلع يا قبل مني أوكي. صراحة، يعني نفس من وجدة الشيء مراكش. مراكش كيقولوا دروكا. أنا مخلطة آسف، هذه والله ما كيف عرفت واش كيقولها. مش قلتي ديك دروكا؟
كنسمعها غير في سميتو يعني في جيت سميتو اش كنقول وجده بركان الله كنقول شي يمعك. روكيات ما عرفتش انا شكون ما عرفتش كنقول كاع كاع اللهجات. برافو عليك. مثلا بس دابا راجع شنو تقدري تنصحي البنات اللي يلاه غيجيو الميريكان ولا جو الميريكان مازالين جداد اي الخدمه يعني والمعقول، يعني اللي مثلا جيتي الامريكان لك بغيت نقول زعما يعني واش يفكروا في الزواج الخدمه لا يفكروا لا لا ما تخليش الهدف ديالك هو الزواج، خلي ننجي لهاد البلاد. هاد البلاد كلها هي فرص، كل حتى الله ما ديري، خلي الزواج يجي فوقيتو. ما حنتش الا بقيتي كتجري ورا الراجل باغا نتزوج باغا نتزوج، غادي تضيع الوقت اول حاجه وما غادي ديري حتى شي حاجه في حياتك. ركزي على الاهداف ديالك، الراجل اللي عمرك كيتخليه هو الهدف ديالك. انا هذه قناعه ديالي، يعني خدمي على راسك، تقفي راسك، سيني مدرسه كاينين يعني مدارس هنايا يعني فري، قري اللغه، سير الكوليج، قري ديري شي تخصص واخا غير 3 مانت و 4 مانت، كاينين كاينين. وكوني راسك في الاول، وديك الساعه الا جاوا الناس مرحبا، كونوا راسكم بجوج، ما جاش غير ما تبقايش جاريه وراه، تمام خليها تلقيها الهدف ديالو هو تلقيها تسرح. راجل تماما عيشي هو ديك الاخر غيجي الراس اه برافو انت عليك. البلاد هذه بلاد الخدمه، بلاد الفرص، يعني شوف فين ما حطيتي راسك غتلقاها. حطيتي راسك في بغيت هادي بغيت هادي بغيت هادي، خارج راك عارف يعني الطريق الصح راه هاديك بوحدها. حطيتي راسك في المعقول راه تحقق كاع داكشي اللي بغيتي، خص غير هنايا يكون مزيان. تمام برافو عليكم. في هذه الظرفيه ديال 6 سنين شحال من مره مشيتي للمغرب؟ مرة واحدة مشيت على قبل الوالدين، هي مرة واحدة مشيتيهمش لهنايا؟ إن شاء الله العام الجاي. ان شاء الله. أنا واو واحد الإنسان كان بلان، يعني كان استراتيجي كل شيء، خصني بشوي بشوي. برافو عليك. يعني مره واحده مشيتي 6 سنين كامله؟ ولي خويا مشيت للمغرب ومن الدار، ما جيت فاش مشيت فاش جيت هنا ومشيت، راه جينا بحال اللي حنا، حق الله العظيم كاين فرق كبير. ما قدرتيش انا ما ما كرهت قدرتش. كاع المغاربه نجيبهم منه، اوه فرق هذه كبير، لازم ديروا لها القلوب الخو ديروا لها القلوب حق الله العظيم الله فرق كبير والله ما قدرت. العظيم فرق كبير. هذا الشيء اللي وقع لي انا تشوكيت في الاول يعني ما قدرتش نتعامل عفوي مع السيستم في المغرب مازال يعني كتولف ما هنا. جيتش، انا ما قدرتش، بطل عليا غير نترجاك 6 شهور وجاتني كورونا وقالوا لي ضروري خصك تجلسي 2 weeks. داكشي علاش جلست، يا حمدش كورونا ما بطل عليا غير نبدا نرجع. كاين فرق كبير، عرفتي مني دخل مع ديك الدخله ديال مراكش و تيبانوا لي ما كاين لا ديور لا جرادي لا غير تنقول لا يا ربي نرجع. انا في يومين اي هبط المغرب دازت يومين ونص بدات كتجيني الخنقه اكتئاب صعيب صعيب. اكتئاب ما حسيت براسي بحال شي حبس في الدار يعني واخا عندي كل شيء واتساع صعيب واصحاب والعائله ولكن ما قدرتش بحال اللي صعيب. حسيت بلاصه ما ماشي ديالي كنقول شنو ندير انا والله الا بالدراع باش دوز وهذاك الشهر ونص اللي جلس جالس كنقول يا ربي فوقاش غيتسالى نجي نمشي بحالي والله الا كنت والدي ما قدرتش نجلس هنا ما قدرتش. ودابا هو دابا راه في التعام باش رجعت من تما لهنايا وهي ومرتاح وما قدرتش